هم صديقتي دائما عندي ميز قمر، لان هي صديقتي واختي وقلبي بعد. بحبها جدا، اوجه لها كل تحيه ونطرح حلقه بعد ميز قمر. طب يا بدريه، حافظه اغنيه قرقيعان؟ لا للاسف، لاني لسه متعرفه على الموضوع ده السنه دي. انا حضرت رمضان هنا كتير، لكن اول مره اعرف شوفين الموضوع ده. القرقيعان اول مره. لا الحين بعد مدخلين سالفه الحنه وسالفه الحنطور واشياء جديده، يعني كل سنه بنات الديره يطلعوا لنا بشيء جديد. بس في حاجه مشتركه. ايه هي؟ الاطفال وهم بيخبطوا عليكم النهارده عشان ياخدوا الجرجعان، عندنا احنا بقى بياخدوا الفوانيس بتاعتهم ويلفوا على البيوت، ياخدوا الحلويات برضو. هو ده. وياخدوا فلوس وهدايا. عنها ايه؟ دي عندكم اغنيه يعني حاجه اللي هم بياخدوا الفوانيس ويقولوا ايه؟ فك الكيس وادينا بقشيش، لا تروح ما تجيش يا حلو. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، فك الكيس وادينا بقشيش، لا تروح ما تجيش يا حلو. حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو، فك الكيس وادينا بقشيش، لا تروح ما تجيش يا حلو. حلو يا حلو. الله، حلو يا حلو. الاطفال برضو يخبطوا على البيبان ونطلع لهم بالحلويات. الفرقه حافظه حلو يا حلو، يعني افتكرت ايام زمان. لا ننزل. احنا ما نقول كذي، احنا نقول قرقيعان وقرقيعان بيت صغير ورمضان، عادت عليكم صيام كل سنه وكل عام. الله يخلي بدريه، الله يخليها لامها، عسل بقعه ما تخمها ولا توازي حلمها. واذا دشوا بيت اليهال وما لقى احد عطاهم مي، نفس اليوم اللي دشوا علينا جبتيهم، دشوا علينا باقوا القرقيعان وطلعوا يا حلوهم. يعني اذا ما لقوا قرقيعان شو يقولون اليهال؟ يزعلون. ويس ويس ببيتكم، يعني يشتموا بقى ولا يزعلوك بقى. ناخذ الاتصال.